استريح لا تجي علي رد علي علق ايش علق ايش علق صورتي وراك والله ما احنا فاضيين الاستراحة تنسك نجيها جنون معليش اعتذر نجيها جنون وانت اكبر جني موجود والله معليش اعتذر يعني احنا الحين فيها جنون بتزيد الجنون معليش اعتذر هلا والله والله صراحة طيبة بحكامها والله حكامها والله الطيب والله الطيب انت يا رجال رمبوزك حياكم الله والله رمبوزك عمار وش احكامك؟ والله احكام يمها بصراحة يعني الضغط كله صار يمها يعني ها اليوم لا اعطينا احكام زينة صدق يمها يعني هذا انت توك راجع ترى نصيحة هي تحكمنا اثنيننا استقبال مستقبل لا بس اسمعيني 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 انه ما تحكم عليك دقيقة اسمعيني أنا أقصد أنه كأنه جزيرة في تداخل من الماء ومن اليابسة ومن التربة ما نمادح بنت حلال دختنا امدح امدح مليونين مدري ايش قد المقصد الثالث بس أكيد ما راح تحكم على ناصر الثالث متأكد ناصر شوف شوف بقول لك شيء بس قبل تحكمين الحكم الثالث تروح تلبس ما راح تحكم عليك اسمعيني اسمعيني أزرق وبرتقالي وأخضر الآن يلا والله الوالد مين توفره ما يبي عند الناس الوالد غريبة أنا شفت الدولاب حقك شفته كيف شفت الدولاب حقك شفته كيف كل يوم لك نور أخضر أصفر أزرق أحمر كل يوم طالع لي بلون يلا قم يلا لا تدخل بالمشاكل عمار مشاكل هذه مش لا انت جالس انت بربر اقول اسكت انت بس اخبارك يا ناصر اسمعني خلينا نسولف اسمع اسمع اعمالك الجديده يا اخي دقيقه دقيقه يا ابن الحلال يا الاخضر المصفر الاخضر البلغمي على قولت ذاك كل شيء عنده اسمعي ترى شوفي توك راجعه واعطيتي احكام صلخ نصيحه لوجه الله سليهم كيف احكام الفتره الاخيره والله بتندمين والله بتندمين شوف انا حالف اعطينا احكام زين اقول لك منو اللي يحكم على حكم قوي اول قصه مو تهديد لكن الواحد يفكر الله يخرجنا يا عمار بحكم واحكام الله يعينك انا ما افكر انا ابغاك تنفذ احكامي ليش مشاري وتعال بعدين حياكم الله وسوي احكم لي اللي تبغاه الحكم الثالث بصوتين انت قلتي اضرب بصل يا ابو فهد اضرب بصل عاش قال لك كاتبين عندي بصل يا ابو نواف نفذ البصل يلا الحكم الرابع ارحبي يا فاطمه ارحبي ثلاث بصلات تاكلهم ثلاث في ثنتين الظاهر لا ثلاث في ثنتين يا بنت حرام خلص البصل عندنا ثامر يطبخ شكشوكه دايم صرت جدي من جد حي عينك مين في الكومنت لجك تعنيت راضي وقفت فيكم كل الكلام والله الجليلة نيزك نجد بعد الدنيا وهلها والله انت اي حكومة هذا كم كم يا رجل كم يا مشاري هلا اقول لك حاجة احس ماني مستوعبة وشو بتسامحينا عشان اول جولة الله يبيض وجهك يلا بس بعدين اكلمك يلا خلص اقول عادي سماعه بلوتوث شوف يمكن واحده فيه لحظه ادراك يمكن واحده لحظه ادراك طب خلاص اسمع ها بصله واحده وناصر ياكل علبه عن البصله الثانيه اخو بندر كيف لا 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 والله هناكل بصله وياكل بصله حملنا وشلنا رفيجي وداخل معي مالك خص انت مالك خص بالاحكام تاكل علك ويش لا ما تبي ياكل علك خلاص يلا كل بصلتين يلا صح عليك ناصر يا ناصر حملنا وشلنا بصلاه بصلاه يا رفيجي انت لا صفر كل واحد له حكم هي قالت لي حكم انت لك كبرها من كبر فيتزا انت وكابك انا تورطتني قلت كبرها من كبر فيتزا كافحت معاك كافحت معاك بالجوله كافحت ندبره ما من سنع انت اول كل البصله حبه واحده ونتفاهم مع ناصر بعدين ايه صح حلو فك روحك يا فك روحك باش على ناصر شويه ارحب راعي الشرف ارحب